بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة، وإن شاء الله اليوم راح ناخذ الدرس السادس من سلسلة دروس تعلم بايثون 3. درس اليوم راح ناخذ المصفوفات أو الأراي. مثل ما شفنا بالدرس السابق السترينجز، ووضحنا أنه إذا نكتب سترينجز معينة تكون مقسمة داخل الميموري على شكل بلوكات، وكل بلوك يحتوي على حرف معين. الليست او الاري هي شغلة مشابهة للسترينج، بس الفرق مالتها انه داخل كل بلوك تحتوي على كلمة معينة او رقم معين، او مرات تكون هي اري داخل اري، او ما تسمى بالتو دايمنشنال اري. راح ناخذها كلها بدرس اليوم ونوضحها كل الفانكشنات اللي ممكن نسويها عليها. فهسه اذا اريد نسوي فت فانكشن اسمها names، شلون نسويها؟ نكتب اسم المتغير وراء يساوي وراء نفتح اقواس الاري اللي هي الاقواس المربعه، ونكتب الايتمات الخاصه بكل عنصر، مثلا الاسامي، مثلا اسم الاول اسامه، مار هاك تك، شوفنا ما خليتها، لازم نخلي بين بايثون توتوريال. فلاحظ عندي هاي الاري اللي اسمها names، مثل ما تشوفون على الشاشة بالضبط هي هيك راح تتوضح او تنخزن داخل الميموري اللي عندنا، انه تكون بهذا الشكل، انه كل بلوك يحتوي على اسم معين، وتكون مرتبة هذا الترتيب من الصفر الى عدد الايتمات الموجودة داخل الليست. فاذا اريد اوصل لعنصر معين، مثلا اقول لك print، اوصل لعنصر معين فاكتب names والاقواس المربعة، واكتب الموقع الخاص بالعنصر، مثلا لو اريد اعرض اسامة اكتب صفر، فنقول له run، عرض له العنصر. اذا اريد اعرض مثلا ثالث عنصر اقول له run، يعرض لي بايثون. شلون قرأت الثالث؟ على اساس انه صفر واحد اثنين ثلاثة. مثل السترينج لو اريد اسوي اني فد سلايسنج لها او تقسيم للاري، اقدر اقول له عرض لي مثلا من واحد الى ثلاثة، فحيعرض لي الايتمات الموجودة من واحد الى ثلاثة اللي هو عمار وايكو تيك. ممكن انه اني استخدم هذا الشيء، انه مثلا تبدي بثلاثة ونهايتها مو معروفة، فحيعرض الايتمات الموجودة من ايتم رقم ثلاثة الى النهاية. او اذا نقول له مثلا سالب اثنين معناها هنا راح يرجع لي من بالعكس، يرجع لي خطوتين، فالخطوة الاولى توتوريال، الخطوة الثانية بايثون، نقول له run، حيعرض لي بايثون. طبعا اذا اقول له print names فحيعرض لي الاري نفسها. فهاي هسه سوينا شلون نسوي استعراض للعناصر المصفوفة. لو ردت اغير عنصر معين، مثلا لو ردت اغير العنصر الموجود هنا اللي هو الواحد، انا اقدر اقول له names of صفر يساوي الشيء اللي حغيره، مثلا هسه هو اسامة بهاي الحروف. فبالسترينج هاي الحركة يعني ما نقدر نسويها، يعني ما نقدر احنا نغير حرف بمكان حرف عن طريق هاي الطريقة، بس بالليست او الاري نقدر نسويها. فهسه لو اقول له print name، هنا راح نطبع names، هنا راح نسوي list، هنا راح نطبع names، هنا راح نسوي التغيير الموجود، نطبع names مرة ثانية ورا التغيير، فنقول له run. نلاحظ انه هنا الاول عنصر كان شكله هيجي، سويناه هيجي، نقدر نغيره اصلا. مثلا الصفر خلينا نسوي بداله اي شيء، مثلا learn، نقول له run. لاحظ اول عنصر تغير وباقي العناصر بقت نفس الشيء. فبهيك حاله انا اقدر اخلي هذا العنصر بدال عنصر معين عن طريق الاندكس مالته. لو اردت اضيف فد عنصر ثاني اضافي للليست اللي موجوده عندي، فاني اقول له
اسم الليست مالتي دوت، قلنا من نكتب اسم المتغير اللي عندي واكتب دوت راح تطلع لي كل الفانكشنات الخاصه بهذا المتغير. فعندي انا شيء اسمه الابند، الابند راح يضيف لي عنصر معين الى الاري ويخليه بالاخير. مثلا هنا راح نخلي مثلا learning، وراح اقول له اطبع لي اياها. فالليرنينج راح تنضاف بنهايه الليست الموجوده عندي، لاحظتوا انه هاي الليست الموجوده وهاي الليرنينج اخر شيء انضاف. خلينا نقلل عدد العناصر الموجوده حتى شوي يصير اسهل. طبعا احنا نقدر نضيف ارقام همين، يعني مو بس سترينج كتابات، ممكن نقول له append مثلا اي رقم ونقول له run. نلاحظ انه الرقم هم انضاف بالاخير. لو اردت اني احذف العنصر هذا مثلا 1987، بدل ما اكتب append انا اقول له dot remove، فremove راح توخر لي العنصر، انه بس مجرد اعطي الاسم مالته. مثلا هسه هنا انا لو ضفنا 70 فنقول له run، نلاحظ انه الاري اللي عندي انعرضت بدون هذا العنصر. ليش؟ لانه حذفناه عن طريق الريموف. لو اردت اني احذف العناصر بطريقه اوتوماتيكيه، يعني هنا كتبت ريموف حتى اوخر عنصر معين، يعني لو اكتب مثلا العنصر الموجود هنا حيحذف لي اول عنصر ويبقي البقيه. لو اردت اني احذف اخر عنصر اوتوماتيكيا، فمجرد انه اكتب remove.pop فبهيج حاله راح يمسح اخر عنصر بشكل تلقائي. فلاحظت انه البوب تمسح اخر عنصر والريموف تمسح العنصر اللي اني اعطيه اياه. لو زين بالابند احنا كنا نضيف للليسته وتنضاف في الاخير. لو اني مثلا ردت ينضاف العنصر ينضاف بين هذا وبين هذا، فشو انا اسوي هيك شغله؟ اكتب اسم الليست مالتي names dot واختار insert. فبالانسيرت اني اول شيء احتاج الاندكس اللي اخليه، مثلا اقول له رقم 1، فارزه الاوبجكت اللي راح اخليه بالموقع رقم 1، يعني 0 1، يعني هنا راح يخلي هاي الكلمه ويشفت بقيه العناصر الموجوده هنا. فنقول له ران ونشوف. لاحظ انه خلى كلمه ليرن بين اسامه والبايثون اللي هي 0 و1 خلاها بالنص. فالانسيرت احنا عن طريقها نقدر نسوي ادخال عنصر داخل الاري مالتي. الاري هي مثل السترينج، هم اكو فانكشن ممكن تشتغل عليها هي اللينث. فمثلا اريد اطبع طول هذا هاي الاري فاقول له لينث، فحيطبع لي هنا عدد العناصر الموجوده داخل هاي المصفوفه. واكو شغله ثانيه اللي هي اسمها الديليت. فالديليت هي شنو؟ راح اني اقدر احذف فد عنصر داخل هاي الاري. يعني احنا استخدمنا الريموف، احنا استخدمنا الريموف واستخدمنا البوب، فنقدر احنا نستخدم الديليت انه مجرد ان اعطي النيمز وانطي موقع العنصر اللي راح احذفه. فنقول له هيك ديليت مثلا ونقول له برنت names. فموقع رقم 2 راح احذف الايتم اللي رقم 2012، يعني التوتوريال راح تنحذف وتنطبع بدون توتوريال. لاحظتوا شلون حذفت؟ فالريموف تنطي اسم العنصر الموجود، والديليت اللي هي جلوبال فانكشن تمسح العنصر عن طريق الاندكس مالته. لو عندي هسه مثلا عندي اري ثانيه مثلا نسميها names 2، سوي اري ثانية مثلا هلو يوتيوب. فسهل اعدي الاري الاولى اسمها names، الاري الثانية اسمها names 2، خلينا نحذف هذا. فعدي هالاريات الاثنين، اذا اريد ادمجهم باري وحدة مثلا اسميها my array. فشلون ادمج اريات الاثنين؟ مجرد اكتب اسم الاري زائدين اسم الاري الثانية. فبهيجي حالة انا دمجت الاري الموجودات عندي مباشرة. فنقول له run،
لاحظ الاراي اللي عندي، هاي الاراي الاولى اللي هنا تخلص، وهنا تبتدي الاراي الثانيه. فبهيك حال انا قدرت اخزن اراي داخل اراي. بس هاي هنا سويت عمليه الزائد، هي عمليه جمع اريات اثنين باراي وحده. بس لو نفرض انه انا اريد احتفظ بمحتويات الاري هاي، يعني انا اريد هاي تبقى اري وهاي هم تبقى اري، لان صارت كلها ضمن الاري وحده، فشلون انا اسوي هيك حركه؟ فاحنا قلنا ماي اري هي اري جديده راح تصير عندنا، ونفتح اري مره ثانيه، يعني حصل هسه اري، واكتب العناصر الموجوده هنا، يعني الاري داخل اري هيك صارت هسه. هسه هاي اري واحدها اسمها نيمز، وهاي اري الثانيه names 2 داخل الاري الكبيره اللي اسمها ماي اري، ونقول له ران. تلاحظون انه الاقواس شلون صارت، القوس اللي بدل مال ماي اري، بعدين القوس الاول اللي يخص الاري الاولى، فارزه الاري اللي يخص الثانيه. فلو ردت اطبع مثلا ماي اري اوف صفر، معناها اطبع لي العنصر الاول الموجود داخل الاري، فحيطبع لي الاري الاولى. لو قلت له العنصر رقم واحد حيطبع الاري الثانية. زين، لو ردت اني اوصل للعنصر هذا، يعني بداخل الاري الثانية اريد اطبع العنصر الثاني مالتها، فشلون اسوي؟ طبعا دا اقول الثاني يعني اقصد صفر واحد وهكذا. فحتى اوصل هيك شي اقول له اني بالماي اري هاي روح لي للعنصر رقم واحد اللي هو هذا صفر واحد، وشوف لي العنصر رقم واحد من عنده اللي هو صفر واحد، فحسه حيطبع يوتيوب على الشاشة. فهي يسموها 2 dimensional array اذا صار عندي array داخل array. ولهنا ينتهي درسنا هذا اليوم. اتمنى تكون الارايز واضحة عندكم. اي سؤال او استفسار تقدرون تطرحوه بالتعليقات، او تزورون احد مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة امامكم على الشاشة. لايك للفيديو، سبسكرايب القناة. تحياتي لكم، مع السلامة.